السلام عليكم، معكم عز الدين الويري، بطل برا اولمبي حاصل على ميداليه ذهبيه في اولمبياد لندن 2012 ورقم قياسي عالمي، وايضا الحفاظ على اللقب في دوره ريو 2016 والحصول على ذهبيه. وحنا اليوم كنتواجدوا بالاستعدادات اللي ما كتوصلنا عليها غير واحد الاسابيع قليله باش نمشيو ان شاء الله لطوكيو، اللي طامحين ان شاء الله باش نجيبوا الميداليه الثالثه الى كتاب، ونتمنوا ان شاء الله يكون كل خير. وكيف ما كتشوفوا ان التدريب رغم ظروف الجائحه واللي ما خلاتناش نسافروا بزاف للدول ويعني امكانيات كانت ضعيفه، ولكن الحمد لله الجامعه الملكيه لرياضه الاشخاص فوضيت اعاقه قامت بواحد التربصات مهمه رغم محدوديه ديالها، ولكن كانوا التربصات طويله المدى اللي طيله العام تقريبا، كندخلوا مده وكنوقفوا واحد الاسبوع وكنعاودوا ندخلوا باش نبقاو على استعداد وجاهزيه. وكنا سافرنا للملتقيات الدوليه في شهر جوج، يعني ملتقى في الامارات وملتقى في شهر ثلاثه في تونس، اللي كانوا من التظاهرات اللي كانوا اللي حصلوا فيهم الاخوان على التاهيل ديالهم لطوكيو. ومن بعد تحبسات الامور على خارج البلاد باش نسافروا ونشاركوا عده باش تكون المنافسات قويه ونستعدوا اكثر استعداد ما كانش، ولكن اضطرت الجامعه انها تنظم بطولات وطنيه استأنف ديال البطوله الوطنيه ديالها وكاس العرش اللي كانت تما واحد المحطات مهمين اللي عاودنا تيستينا روسنا فين واصلين. والحمد لله كل شيء على جاهزيه وغادي مزيان. نتمنى غير ان الوزاره الوصيه تقوم بواجباتها مع الاشخاص باش ان شاء الله كل شيء يهز درابو، وعلاش لا نجو كلنا صدورنا عامرين بالذهب ان شاء الله. وكنطلبوا من الجمهور المغربي كيف ما العاده كيف ما ولفناه هنا وديما كيشجعنا وكيواكبنا في التظاهرات الكبرى خصوصا في الالعاب الاولمبيه، كنتمنوا حتى هذه السنه ان شاء الله يواكبونا، وحنا نيت راه كنوعدوهم اننا غادي نحصلوا على ميداليات وغيتعزف النشيد الوطني عده مرات ان شاء الله في سماء طوكيو، وان شاء الله تجي كامل غير باش نهزوا بهذه البلاد القدام. ونتمنوا حتى البلاد هي يعني تعطي اللي في جهدها لهاد الرياضيين اللي كيدافعوا عليها.